مرحب فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. أطباقنا اليوم كلها لطيفة ولذيذة. خلينا نشوف أعزائي الطبق الأول وهو فطيرة محشية بتشكيلة من الخضروات. نشوف مع بعض المكونات. تارت زهرات الخضروات، 1 باكت عجينة بوف بيستري كبير، نصف كوب جبن فيتا، نصف كوب جبن كريمي، 1 حبة كبيرة بيض، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 عود بصل أخضر مفروم، ربع كوب بقدونس مفروم، 2 حبة كوسة صفراء، 2 حبة كوسة خضراء، 3 حبة جزر، وللتلميع زيت زيتون. أعزائي الوصفة اللي حاملها وصفة كتير لطيفة. أنا شخصياً بحب الخضروات وبعشق أنه أدخل دائماً الخضروات في وجباتي، وهذا طبعاً اللي إحنا دائماً بننادي فيه. أرجوكم أكثروا من أكل الخضروات وتفننوا في تقديمها، أنه كل أفراد الأسرة يحبوا كل يوم ناكل صنف جديد، شكل جديد، خلطة جديدة. نبتدي أعزائي نتحدث عن وصفتنا. هحتاج أي تشكيلة خضروات عندكم ممكن أطبق فيها هذه الفكرة، هتشوفوا أنتم الفكرة وأعطيكم برضك بعض اقتراحات. مثلاً عندي الكوسة، عندي الجزر، عندي الكوسة كمان الخضراء، ممكن الكوسة العادية تاعتنا لونها الأخضر الفاتح بس أخذ الكبير منها، وعندي حشوة كتير كتير طيبة وبرضو قيمتها الغذائية عالية. عندي جبن كريمي، أي نوع جبن كريمي أنتم بتحبوه. عندي جبن فتا أبيض، ما عندي عيار، كترته، قللته، غيرته، حطيتوها كلها جبن كريمي، حطيته بس جبن فتا الأبيض الموجود عندكم. في جبن أبيض بيبقى كريمي برضك لين كتير لطيف، ممكن تستعملوا جبن قريش. هاي الوصفة مرنة، دايما بقول كلمة وصفة مرنة معناها فينا نغير نزود نقيم نحط زي ما إحنا بنحب. هحتاج شوية بصل أخضر مفروم مع الأوراق، شوية بقدونس، شوية كزبرة، أوريجانو، ريحان فريش، شبت زي ما أنتم بتحبوا، وهحتاج بيضة. ولتجهيز كل هالخلطة هاي هحتاج عجينة باف بيستري، قطعة بلوك كبير من عجينة الباف بيستري. هبتدي أعزائي تجهيز وصفتي بتجهيز العجينة اللي هي الخطوة الأولى، وبعد هيك بنشوف خطواتنا التالية. على كاونتر هحتاج أرش شوية طحين. ونتحدث على الطبق اللي أنا هستعمله أو الشكل اللي بدي إياه للفطيرة بالآخر. بدي إياها مدورة، بيضاوية، مربعة، مستطيلة، زي ما أنتم بتحبوا. أنا اخترت هذا الطبق، طبق فرن، وبقدر أعملها بطبق تارت، بقدر أعملها بأي صينية، أي شكل أنا بدي إياه. بحاول دائما مجرد أقدم لكم فكرة وأنتم لكم حرية الابتكار والإبداع. هخلي الطبق جنبي وحناخد العجينة نغطيها بالطحين كويس في الأول. ونبتدي نفرد العجينة لغاية ما تصير عندي شكل قريب للدائري عشان ما أخسر منها كتير قدر إمكان. بنلاحظ عجينة الباف بيستري إلها طريقة مميزة أو مخصصة في الفرد، اللي ما أقدرني أفرد كده. لو ضليتني أفرد هيك هتلاقي هون الطبقة صارت كتير سميكة عندي، من هون صارت سميكة. فدايما بقلبها على الناحيتين وبحاول أضغط. لاحظوا هون أنا عم بضغط بخفة شديدة عشان ما يتكون عندي الزوايا العريضة. بحاول قدر الإمكان أضغط، لازم عجينة الباف بيستري كل الضغط في كل الجوانب يكون واحد. شوفوا كيف عم باخدها على كافة الجوانب. وأبتدي أعزائي أقيس الطبق اللي هستعمله، طبعا لسه قدامنا شوي. هشيلها بهالطريقة وأبتدي أعزائي بهدوء برواقة شوي شوي أضغط عشان تاخد شكل الطبق من الداخل. لاحظوا عم تاخد شوي شوي شكل الطبق من الداخل. هلأ هحتاج أتخلص من العجينة الفائضة هاي،
وحيخطر على بالي شيء كتير لطيف أذكر لكم إياه. أتأكد أول كل الجوانب عندي هلأ أصبحت تمام. بخطر على بالي مثلا هاي العجينة اللي متبقية عندي أكيد ما حعمل فيها شيء، ما حتكفي لأي شيء، فليش لا أفردها شوي بإيدي وأخليها في القاع. خليني أقطع هاي نصين. هذه أفكار هيك سريعة ممكن ست البيت تطلع معاكي بسرعة حسب طبيعة الوصفة اللي عم تشتغلي فيها. لاحظوا خليها في القاع بدل ما أنا أخسرها أو أرميها، هيك أنا بستفيد منها. يعني قد ما تقدروا حاولوا ما تهدروا. نبتدي خطوتنا التالية. حبتدي هلأ أجهز الحشوة. الحشوة عندي ولا أبسط من هيك. شوكة، حنضيف البيضة، نوع الجبن اللي احنا حابين نستعمله زي ما ذكرت لكم، خليكم دائما مبتكرين. الفلفل الاسود، شويه بقدونس، بصل، وجبن كريمي. إذا الجبنة عندي فيها ملوح ما يكفي اتسوكي، مش هحتاج أضيف ملح. إذا حسيتوا لا الجبنة مش مالحة فينا نضيف رشة ملح لهالعجينة، أقصد لهذا الخليط. بفتتها بالشوكة في منتهى البساطة لغاية ما تختلط عندي كل هالمكونات، وهي تعتبر الحشوة اللي أنا ممكن أغير فيها حسب المتوفر عندي وحسب الطعم اللي بدي إياه، بطعم أعشاب مختلف، جبنة مختلفة، زي ما انتو دائما تختاروا. حوزع هالخلطة على العجينة. توزيع بسيط خالص، لاحظوا مجرد حفردها بهالطريقة. لغاية ما تتغطى عندي كل القاع بهالشكل هذا. يبقى أعزائي هلأ خلصت المرحلة الأولى ونبتدي المرحلة الثانية اللي زي ما قلنا المرحلة الممتعة والشغل الحلو. هحتاج أعزائي تشكيلة الخضروات اللي هستعملها، وهحتاج قشارة الخضروات التقليدية اللي احنا دائما متعودين عليها. أي نوع قشارة عندك ممكن ناخذ طبق خليه جنبي، وأبتدي أخذ قطعة من الخضروات وبالقشارة أبتدي أقشر. كيف ما تطلع معاكم ما تشغلوا بالكم، عريضة رفيعة ما تشغلوا بالكم أبدا، بس أحاول قدر الإمكان عشان بدي أعطي لون. قشرت أنا بهذا السطح أضلني أقشر لغاية ما أوصل للبذور قدر الإمكان. حبتدي هلأ أقلبها على الناحية الثانية عشان برضو أكسب اللون اللي هون. لاحظوا كيف عم بحاول يطلع معي لون في كل قطعة بهالطريقة، برضو بنفس الشكل الجزء الثاني أو بالجانب الثاني. حكمل أعزائي، ناخذ مثلا الجزر، ممكن ناخذ هذا الجزر. اوكي عندي هون شويه سواد، مش مشكله هذا كله نتخلص منه مش عايزينه. ونبتدي نفس الطريقه، الجزر حتبقى رقيقه شوي لانه مساحه او حبه الجزره زي ما شفتوا لك 1 سنتي يعني صغيره، بس ما يخالف. حنكمل بالشغل وحنشوف كيف ممكن احنا نعمل من هالقشرطه هذه شكل جذاب جدا جدا. بستمر بالتقشير بنفس الطريقة، وخلينا ناخذ كمان الكوسة الخضراء أو الكوسة العادية اللي أنتم زي ما ذكرتوا متعودين عليها. هقشر بنفس الطريقة. الحلو في الوصفة هاي المقادير الكميات حسب ما أنتم بتحبوا بتقدروا تتحكموا فيها. هبتدي أعزائي هلأ الفن والإبداع وبساطة الشغل. هاخد قطعة من الكوسة وأبتدي ألفها على شكل
حلقة أو مش سوري مش حلقة يعني دائرة، وأخذ وراها واحدة ثانية وأكمل اللف بهالطريقة بهالشكل هذا، وعلى طول فين بقى على الفطيرة اللي أنا عملتها. واحدة كمان، ما تغلبوا حالكم لا بالمقاس ولا بالشكل، شريط طويل شريط شوي رفيع، يعني تفننوا حسب ما يطلع معاكم وتنلف الخضروات بطبيعتها وبشكلها، يعني الصغيرة كبيرة عريضة شوي، أبدا ما تغلبوا حالكم. باخذ مثلا واحدة صفرة، واحدة خضرة، واحدة أورنج، لاحظوا كيف بلفها، باخذ شريط ثاني وكمل اللف. طبعا حنقول هلا الأطفال يدخلوا المطبخ لأنها فعلا متعة دخول الأطفال في هذه المرحلة. كتير حلوة هذه الفكرة، إذا عندكم مثلا تعملوها أطباق صغيرة كترت كل شخص يخذ له ترت صغير، يا سلام، والأطفال يختاروا الخضار اللي هم بيحبوه يساعدوكم. لا يا ماما أنا حطي لي جزر، لا حطي لي كوسة، بتبقى فرص حلوة كتير ومتعة المطبخ يا جماعة. هذه اللحظات السعيدة اللي بنقولكم ادخلوا المطبخ واستمتعوا فيها. حط واحدة كمان هون ونكمل أعزائي. خلينا نشوف بعد هيك شكله النهائي لما أكمل رص هالخضروات كيف حيبقى شكلها. لوحة جميلة جدا. بحاول أعزائي أملأ قدر الإمكان ما بين كل زهرة وزهرة، أنا سميتهم زهرات كده، يعني أصبحت حديقة جميلة يعني أو تابلو جميل جدا. يعني ممكن نحط واحدة أورنج هون. بعد هيك بس رشة خفيفة من زيت الزيتون، بقدر هيك أمسح أو أرش على وشهم شوية زيت زيتون. زيت زيتون حيعطوهم شوية ليونة هيك وطعم لما يدخلوا الفرن ويعطوا لون جميل. أعزائي التارت زي ما شفتوا تشكيلة من الفواكه، أبدعوا وتفننوا زي ما أنتوا بتحبوا. وخليني أقولكم هلأ بعض الأفكار ممكن يخطر على بالكم، تحطوا على الداير فقط تشكيلة زي ما أنا عملت، وفي النص تحطوا مثلا أرنبيط، تحطوا بروكلي، تحطوا مشروم، يعني فننوا وابدعوا أنتوا على حسب رغبتكم. أعزائي بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وخليني أشوف طريقة التقديم. تارت زهرات الخضروات، واحد باكت عجينة باف بيستري كبير، نصف كوب جبن فيتا، نصف كوب جبن كريمي، واحد حبة كبيرة بيض، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 عود بصل أخضر مفروم، ربع كوب بقدونس مفروم، 2 حبة كوسة صفراء، 2 حبة كوسة خضراء، 3 حبة جزر، وللتلميع زيت زيتون.